معانا النهارده فيديو جديد ومميز من مجموعه من رفايع المطبخ الاساسيه والضروريه لكل عروسه ولكل ست بيت، هنستعرضها بالاسعار. ولو انت اول مره تشوفي قناه معرض منزلي للادوات المنزليه ومهتم بمجال الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه المنزليه، بنتمنى تنزلي تشتركي معانا في قناه معرض منزلي للادوات المنزليه، هتستفيدي من كل الريفيوهات والمراجعات اللي بنقدمها على القناه. فيلا لايك للفيديو واشتركي في القناه لو اول مره تشوفينا ومن المهتمين بمجال الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه المنزليه، وصلوا على النبي. ويلا مع بعض نبدا نشوف رفايع المطبخ الضروريه والاساسيه اللي موجوده معانا النهارده. في البدايه معانا ومعاكم الهراسه دي، ما شاء الله جميله جدا، هراسه خامتها عاليه جدا ما شاء الله، تنفع للبطاطس تنفع للفول، هراسه موجوده ومتوفره عندنا بفضل الله بسعر 35 جنيه. الهراسه اللي انتم شايفينها دي سعرها الحالي 35 جنيه. كمان معانا المصفى اللي انتم شايفينها دي ما شاء الله، مصفى جميله وعمليه ومستورده، المستورده مش المصري. المصفى دي سعرها الحالي عندنا بفضل الله ب 45 جنيه. معانا طبق العيش اللي انتم شايفينه ده ما شاء الله برده نفس القصه، قطعه مستورده وجميله جدا، سعرها الحالي 50 جنيه متوفر عندنا. الطبق البلاستيك ده ينفع طبق للتورته، ينفع للجاتوه، ينفع طبق، ينفع صينيه، ينفع باكتر من شكل واكتر من موديل، وكمان برده مستورد زي ما انتم شايفين كده، متوفر بفضل الله عندنا بسعر 75 جنيه. الطبق اللي انتم شايفينه ده سعره الحالي 75 جنيه. برده معانا الجشاره او المكشره دي للبطاطس، برده صناعه صيني مش مصري، وخامتها جميله جدا، سعرها الحالي ب 25 جنيه زي ما انتم شايفين كده. برده معانا ومعاكم الطاسه للجدحه زي ما انتم شايفين كده، زي ما تحبوا تقولوا عنها، دي سعرها ب 45 جنيه. اقل سعر ممكن تلاقوه في السوق، سعرها الحالي 45 جنيه بفضل الله، عندنا متوفره في معرض منزل الادوات المنزليه. كمان معانا المعلقه دي للكوكتيل، زي ما هو واضح معانا كده شكلها ووضعها ما شاء الله، شكلها جميل جدا وشياكه، وكتير من الناس بيطلبها المعلقه زي ما انتم شايفين كده، دي طولها وده شكلها ما شاء الله، سعرها عندنا بفضل الله تعالى بسعر 60 جنيه. المنتجات دي متوفره عندنا وبنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهوريه. كمان معانا ومعاكم وصله للحنفيه زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل جدا وخامتها كويسه ومستورده مش مصري، سعرها الحالي 45 جنيه متوفر عندنا بفضل الله. كمان معانا ومعاكم قفل التلاجه ده سعره الحالي 17 جنيه ونص، 17 جنيه ونص قفل التلاجه اللي انتم شايفينه ده. كمان معانا طقم من اطقم الليف خمس قطع متوفرين عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه، سعرهم الحالي ب 25 جنيه خمس قطع، كان القطعه مثلا في حدود 5 جنيه. كمان معانا المكشره دي غير المكشره اللي هي العاديه اللي كانت خفيفه زمان وبتنزل، دي مكشره تقيله ما شاء الله جميله جدا، سعرها عندنا ب 35 جنيه. سعرها الحالي المكشره دي اللي على كارت زي ما انتم شايفين كده، تشكيلتها او شكلها الحالي على وضعها ده بسعر 35 جنيه، مكشره جميله جدا مستورده بفضل الله. لو انت بتتلخبطي بقى في التوابل وعندك مشكله فيها، فده ستيكر مستورد مش مصري، عشان عندنا منه بينزل منه حاجه مصري بيبيعوها ب 7.5 او 10 جنيه، ملهاش اي قيمه ولا اي لازمه، لكن معانا الاستيكر ده وبينزل معاه القلم بتاعه، ستيكر جميل جدا وعملي ومتين، زي ما انتم شايفين كده ده شكله مستورد مش مصري، سعره الحالي عندنا ب 25 جنيه، جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده مج ستاربكس، بما اننا داخلين على موسم الشتاء طبعا وكتير من الناس بتحتاج المجات دي، متوفر بفضل الله عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه، مج ستاربكس زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، شكله جميل جدا، استانلس 304 الكواليتي بتاعه، نجرب كده الكاميرا ونشوف الختم بتاعه، 304 الاستانلس بتاعه زي ما هو واضح معانا، ده سعره متوفر عندنا بفضل الله بسعر 90 جنيه بس. المج الستاربكس ب 90 جنيه. كمان معانا الترمس الديجيتال، برضو من الترمس المشهوره جدا، ترمس ديجيتال ما شاء الله متوفر عندنا بالوان بامر الله تعالى في معرض منزلي الادوات المنزليه، سعره الحالي 90 جنيه. يبقى المج الستاربكس ب 90 والمج الديجيتال نفس الكلام ب 90 جنيه. كمان معانا الترمس اللي انتم شايفينه ده بينزل معاه الفنجانين بتوعه دول، يعتبروا ثلاث قطع ما شاء الله، ترمس جميل جدا، سعره عندنا ب 135 جنيه. الترمس اللي انتم شايفينه ده كانت بعض من الرفايع اللي متوفره عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه. بنتمنى نعمل لايك للفيديو واشتركوا في القناه. اي استفسار احنا معاكم باذن الله مكملين من معرض منزلي للادوات المنزليه، عندنا صفحه على الفيسبوك وهي صفحه معرض منزلي للادوات المنزليه الحديثه، تقدروا ترجعوا ليها
هتشوفوا عليها كتير من المنتجات المتوفره عندنا بفضل الله. لو حابين نعمل ريفيو عن منتج معين اكتبوا لنا في التعليقات، وباذن الله مش هنتاخر عنكم بامر الله تعالى. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، ونشوفكم في فيديوهات جايه كتير من معرض منزلي للادوات المنزليه. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.